Moin, Chahe. Moin, moin. Na? Na, alles gut? Ja, und wie geht's dir denn? Naja, weder gut noch schlecht. Wieso? Was ist denn passiert? Uff, meine Geschwister werden zu mir kommen und ich habe gar keine Zeit für sie. Und wann kommen sie denn? Sie kommen, wenn die Schulferien beginnen. Und wann beginnen die Schulferien? Wenn der Winter vorbei ist. Ach so, aber ich kann mich um sie kümmern, wenn du am Arbeitsplatz bist. Echt? Das ist aber ganz lieb von dir. Ja, kein Ding, dafür sind wir doch Freunde. Schreib mir, wenn sie kommen, oder ruf mich einfach an. Das mache ich. Vielen Dank. Dir auch ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Tschüss. Jo, ciao, ciao. ومثل ما شفتوا انه عنوان الفيديو لليوم هو الفرق بين الفان والفين. مثل ما شفنا انه هن يعني كتير لهم معانا بالجملة وكتير بنستخدمهم حتى بالمكالمات او بالحياة اليومية، ولكن كتير بشوف اشخاص انا مع هيك بخربطوا بين هدول الكلمتين. اول شيء راح ناخذ مثال بسيط، لنفترض انه مثلا دق لي رفيقي وقال لي انه بدي اجي لعندك، مثلا بيقول لي بيست موغن تو هاوزه، يعني انت بكره انت بالبيت، بيجي بقول له يا، بيجي بقول لي ايش مشت فو بايكم، يعني انا بدي اجي لعندك. فهون بيقول لي فان بيستو تو هاوزه، اودا فان زول ايش كوم، فان كان ايش كوم، يعني ايمت فيني اجي. بيجي انا بشكل له جملتين، يا اما بقول له دو كانست كومن فان دو فيلست، اودا دو كانست كومن فين دو فيلست. يعني إذا أنت بكرة فيك تجي، مثل ما شايفين إنه عند الحرفين هون اختلفوا، بأول وحدة فان والثاني فين، بالأولى دو كانس كومن فان دو فيلست، يعني بكرة إيمت ما بدك أنت فيك تجي، أو اليوم أو بعد بكرة أو إيمت ما كان فيك تجي. أنا هون قلت له فان دو فيلست، يعني متى أنت تريد، يعني فيك تجي إيمت ما بدك، هيك نحن بنستخدمه بالعربي. ولكن بالجملة الثانية لما بقول له دو كانست كومن فين دو فيلست، يعني اذا كنت تريد، يعني اذا بدك تعال. انا هون ما حددت له انه تعال ايمت ما بدك، قلت له اذا بدك تعال، يعني هون انا يعني عملت للشغله هاي، عملت لها يعني انشخنكونج، تمام؟ اذا يا اما بقول له تعا ايمت ما بدك، يا اما بقول له تعا اذا بدك. الفن هي كمان ظرف، يعني بنعبر من خلاله عن الزمن او بنسال فيه مثلا عن الساعه. مثلا بقول لك انا بشكل سؤال بشكل التالي، بقول فان جيستو يدن تاك ان دي شوله، يعني ايمت بتروح انت يوميا على المدرسه. هون سالت انا كان عم اقول له باي ساعه ام في في الاوا جيستو ان دي شوله، يعني باي ساعه انت بتروح يوميا على المدرسه. فهون الفان دائما بنستخدمها انه ان فيلشيم يا ان فيلشيم مونات، مثلا تسو فيلشا اوت سايت، تمام؟ بهالحالات هاي بنستخدمها للفن، وهي مثل ما قلت انه ادفيرب، يعني ظرف بنستخدمه دائما لنسال عن الوقت او لنعبر عن الوقت. ناخذ مثال اخير ليتوضح المعنى اكثر، مثلا بقول فان فا دي است فيلت كريج، يعني ايمت كانت الحرب العالميه الاولى. اذا دي است فيلت كريج يعني الحرب العالميه الاولى. وهلا بنجي للفين. الفين باللغه الالمانيه هي كونيونكتسيون، يعني اداه وصل او اداه ربط، بتربط بين جملتين وبتنسق بيناتهم. يعني بقول ich komme dich besuchen wenn ich Zeit habe، يعني راح اجي انا زورك لما بيكون عند الوقت، وبتجي معناها باللغة الألمانية عندما او في حال. لما بدي استخدم مثلا في حال، مثلا بقول wenn ich das heute nicht schaffe dann mache ich es morgen، يعني اذا ما قدرت انا اسوي هالشيء هذا اليوم انا راح اسويه بكره. اذا عندها بتجي كأداة وصل بتربط بين جملتين بتنسق بيناتهم، وطبعا الأومشتلونج دائما بالهوبتساتس والنيبنساتس، يعني möglich، يعني بدل ما اقول مثلا wenn ich Zeit habe besuche ich dich، بقول ich besuche dich wenn ich Zeit habe، يعني فيني اقلب بيناتهم على كيفي على حسب ما انا بدي صيغ الجمله. بناخذ مثال اخير لحتى يتوضح المعنى اكثر، بقول لرفيقه او لحدا بقول له ich schreibe dir wenn ich in Hamburg angekommen bin، يعني انا راح اكتب لك لما بكون وصلت على هامبورغ. اذا بهذا الشكل بنعبر عن الفان والفين.
مثل ما شفنا انه معانيهم يعني كتير مختلفة عن بعض، ومع هيك في كتير عالم يعني بيحطوا او يعني بيخربطوا بيناتهم. فبتمنى انه وصلت الفكرة بأوضح شكل، وانه انتوا استفدتوا من هذا الفيديو واستفدتوا كمان من الشرح والامثلة. بتمنى من كل ما ننسى دعم القناة عن طريق الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات القديمة وجديدة. بشوفكم بخير ان شاء الله الفيديوهات الجاي. في امان الله.